هناك لقاء ثاني في نفس الملعب راح يجري وسيجمع ما بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش. هجمة لصالح مولودية طهران بالميمون. بالميمون يغير الكرة وين موجود شريف الوزاني. شريف الوزاني مرة أخرى للباح. الباح اللي دخل في مكان بوط في الشوط الأول وتخرج الكرة. تماس. تماس لصالح المولودية. شيء الملاحظ أيضا غياب بعض اللاعبين بالنسبة للفريقين. هجمة والناس في محاولة في صراع مع مسعودي قلب الهجوم والتفوق والناس. الشيء الملاحظ هو غياب بعض اللاعبين الممتازين بالنسبة للفريقين مشري وبن يوسف وسباح بالنسبة لمولودية طهران وبويش وكذلك مزيان بالنسبة لمولودية الجزائر. وعناصر جديدة بالنسبة للفريقين أيضا. هذه محاولة على الجهة اليسرى والدفاع. الدفاع دفاع المولودية صبار حوش. حوش يمر الكرة لمسعودي لكن والناس والناس يوقف اللعب. تغيير الكرة بالميمون في وسط الميدان. بالميمون في محاولة لباح. لباح المدافع الايسر يحاول يمر الكره للاعب رقم 7 مزود لكن ضيع الكره وتصبح هجمه لصالح المولوديه عن طريق بن شيخ. بن شيخ يمر الكره لمعيش. معيش معيش يتعدى خط الوسط. الكره عند جحمون. جحمون على الجهه اليسرى مراغه اولى ثانيه وثالثه وينطلق على الجهه اليسرى ويحاول يمر الكره لصبار والدفاع في الاخير كان فيه تسلل لكن الحكم ما يقول حتى شيء. جحمون كان في وضعية تسلل. معيش على الجهة اليسرى طويلة. الدفاع صبار قوية وكانت قوية من صبار داخل منطقة 18 متر والكرة تمر جانبية على مرمى الحارس دريد نصر الدين. هذا صبار اللي كان قذف الكرة وضيع هدف ربما بالنسبة لمولودية الجزائر. صبار على الصورة لاعب سابق في صفوف القبة انضم إلى المولودية منذ سنتين. لباح شريف الوزاني شعبان. شعبان يحاول يمر الكرة في الوسط لكن ضيع وتصبح هجمة لصالح المولودية وكان أحد اللاعبين من المولودية وهو اللاعب الأخضر بلوم يرتكب خطأ والحكم يتبع كل اللقطات ويعلن على مخالفة. هجمة لصالح المولودية. جحمون الدفاع مرة أخرى. معيش. معيش في الوسط يمر الكرة للوراء والموجود بخاري. بخاري معيش. معيش وفوتي لكن تمس. تمس لصالح المولودية. فيه تحركات أكثر. فيه تحركات أكثر وفي حين ما نشاهدش على الصورة لكن فيه لاعب هو اللاعب بالعباس رقم 14 يتحضر في صفوف المولودية مولودية طهران. وبالنسبة لمولودية الجزائر محاولة من جهة اليسرى في منفرديات هائلة لكن المطلوب هو اللعب الجماعي. الشيء الملاحظ ما شاهدناش قذفات كثيرة. فيه الحاكم في تشاور مع اللعب والناس. حاكم السيد كوسا من رابطة قسنطينة. عشر دقائق تمر والنتيجة متعادلة هدف لهدف. مزيان. مزيان يحاول يمر الكرة للاعب مزود والكرة تضيع. ومرزقان كان فيه دفع. كان فيه دفع ومخالفة. مرزقان. صبار. دراجي. فرحي. بخاري
كرات طويلة، كرات طويلة ممتازة، وانطلاقة بن شيخ يترك الكرة لصبار من بعيد والباح بن شيخ مرة أخرى. بن شيخ يحاول يراوغ لكن ضيع منه الكرة. بن شيخ ذي يكثر من المراوغات، وشعبان في انطلاقة، شعبان على الجهة اليسرى، شعبان يحاول يرجع للوراء، شريف الوزاني لكن كان فيه تباطؤ من اللاعب بالميمون وتضيع الكرة وتصبح هجمة لصالح المولودية. مزيان في الوسط، مزيان ومزود، ما فيش تسلل هنا، تضيع الكرة. كان بإمكانه اللاعب مزود أن يأخذ هذه الكرة لولا تباطؤ تحذير البدني والسرعة، شيئان مطلوبان في كرة القدم، التحذير الجيد. تغيير ويدخل اللاعب رقم 14 بالنسبة للمولودية اللاعب الدبيح، ويخرج مسعودي. مسعودي قلب الهجوم، يخرج ويترك مكانه للاعب دبيح. هذا في الدقيقة 12 من الشوط الثاني. مراوغة جميلة من مزيان يحاول يمر من اللاعب الأول ثم الثاني ويغير جناح الجهة اليمنى، لكن ضيع، ما فيش مساعدة بالنسبة لهذا اللاعب. وانطلاقة بالنسبة لمولودية الجزائر. بن شيخ في الوسط، تمريرة ذكية وجميلة في نفس الوقت، والدفاع عن طريق فوسي. حاول يمر الكرة لجحمون اللي هو أخطر لاعب في الهجوم، قوة بدنية وسرعة وكذلك قذفات قوية، وهذا الجمهور الغفير اللي حضر اللقاءين، جحمون وفوسي. ويستفيد من تماس مرة أخرى. يقول الحكم السيد كوسا تماس لصالح مولودية وهران. دريد يدخل فرحي، بالفعل كان فيه مخالفة، بحيث بن شيخ يستعمل دفع أمام أحد اللاعبين من مولودية وهران، وبالتالي مخالفة باللومي. شعبان، تبادل كروي ما بين شعبان ومزود، وتضيع الكرة وتصبح لصالح المولودية. مراوغة أولى ثانية، تبادل كروي ممتاز، جميلة، نشوف ديك اللقطة الرائعة والتصويبة، تمرير كرة ممتازة. شعبان يترك الكرة لبلومي، بلومي تبادل الكرة مع مزود مرة أخرى على الجهة اليمنى، وين موجود شعبان مزود، ضيع هذه الكرة، ضيع الكرة وتصبح مرة أخرى لصالح المولودية. صبار في الوسط، يغير الجناح من مزود، بن الشيخ يتعدى من، فيه تسلل بطبيعة الحال، فيه تسلل للاعب جحمون، وهذا ما سيسمح لفريق المولودية من إبعاد الخطر وإعادة الكرة لصالحها. جحمون على الصورة، شعبان والناس، لباح، الضيع من لباح، تماس لصالح مولودية وهران أمام الكرة والناس. بالعطوي لوناس، بالعطوي في صفوف الأواسط، وانضم اليوم إلى فريق الأكابر. بالعطوي وكذلك لاعب مزود حتى الآن ما زالهم في صفوف الأواسط. مزيان مزود كان فيه تسلل بالفعل، الحكم يعلن على تسلل. حوش يكثر من المراوغات. سبار
دراجي. جميلة هذه الكرة. دراجي انضم بسهولة في صفوف المولودية بالرغم من أنه كان يلعب الموسم الماضي في فريق الرابطة الولائية للجزائر العاصمة، أي فريق واد سمار، وانضم بسهولة وبدون عقدة، وأدى لحد الآن مقابلة ممتازة. بلومي فيه تسلل، بالفعل بالميمون في وضعية تسلل، انطلق اللاعب قبل الكرة وبالتالي يحتسب وضعية تسلل بالنسبة لهذا اللاعب شعبان مرزقان على الصورة، 28 سنة، لاعب في صفوف الملاحة الموسم الماضي، لباح. مراوغات، يكثر من مراوغات هذا اللاعب. تبيح يترك الكرة لمرزقان شعبان رقم 5 في صفوف مولودية الجزائر. حوش وضيع الكرة، تخرج 6 أمتار بالفعل. 15 دقيقة تمر والنتيجة هدف مقابل هدف. هدف من بن ميمون بالنسبة لمولودية وهران في الدقيقة 25، وتعديل النتيجة في الدقيقة 31 من طرف اللاعب جحمون. ذكر أن المقابلة الأولى التي أجراها فريق مولودية وهران انتهت بالتعادل أمام تلمسان 0-0 بملعب 19 جوان، وهذه المقابلة الثانية، بينما المولودية المقابلة الأولى ومقابلة اللي كان من المفروض أن يجريها أمام شباب بلكور أجلت إلى الوقت اللاحق بسبب وجود 3 لاعبين من شباب بلكور في صفوف الفريق الوطني باء اللي شارك في اللاذقية واللي انهزم كما هو معلوم ب4-0 أمام الفريق الفرنسي، وانهزم أمام اليونان مساء أمس بهدف مقابل 0، ووجه غير مشرف بالنسبة للفريق الوطني باء. لقطة لصالح المولودية وجحمون أمام الحارس، ويضيع اللاعب جحمون، يضيع اللاعب جحمون فرصة سهلة بالنسبة لي، لكن دريد هو الآخر كان في المستوى. نشوف كيف يغطي الكرة، شوف كيف يرقد ويضيع جحمون، ودريد هو الآخر كان لعب دوره بالنسبة لهذا اللقطة هذه. مزيان مرزقان في محاولة، يحاول يمر بطريقة فردية لكن ما يوصلش. مرة أخرى الدفاع، مراوغات ولقطة رائعة، والحارس غلطة من دريد، وكاد فريق مولودية الجزائر أن يضيف الهدف الثاني. كانت لقطة فنية رائعة وتنسيق ما بين 3 لاعبين، وفي الأخير الكرة تضيع. شاهد لقطات أحسن من الشوط الأول، وينبغي للفرق أن تبذل مجهودات أكثر واستعداد وتحضير جيد حتى تتطور الكرة الجزائرية. وهذا بالعباس رقم 14، بالعباس رقم 14 راح يدخل في مكان المدافع الأيمن فوسي على ما أظن. بالفعل فوسي رقم 2 يخرج ويدخل مكانه اللاعب بالعباس. هناك إمكانيات يجب استغلالها بالنسبة للفرق
والاستعداد الجيد والتحضير حتى يكون المستوى أحسن ويكون التمثيل أو أحسن مما شاهدناه في اللاذقية. إمكانيات نشاهدوها على أرضية الملعب، وبداية الشوط الثاني هذه كانت أحسن من الشوط الأول، فيه تنسيق وفيه فرديات أيضا. شوف كيف جميلة هذه اللقطة، صبار في تبادل أمام حوش وتضيع الكرة، لكن خطورة جحمون في كل مرة، ووراء كل الكرات هذا اللاعب العملاق القوي طويل القمة وإمكانيات ولياقة بدنية رائعة عند اللاعب جحمون. ما بين ثلاث لاعبين بسرعة كاد يشكل خطورة على مرمى مولودية وهران لولا براعة الحارس قريب نصر الدين. عبد القادر، نعم، حلقة اليوم جحمون ناشط في صفوف المولودية، كما خط هجوم عنابة هو الآخر ناشط، حيث تسجل منذ لحظات هدف ثالث لصالح جامعة عنابة أمام شباب تيزي وزو 3-0 إذن في النتيجة في الشوط الثاني. نشير كذلك عبد القادر بأن بعد اللقاء هذا اللي رانا نشاهدوه مباشرة، يعني بين مولودية الجزائر ومولودية وهران، معيش صبار مسعودي اللي خرج منذ قليل وخلف اللاعب دبيح إلى جانب الجناح الأيسر جحمون، لاعبين يتمتعوا بإمكانيات فردية لا بأس بها، لكن ينبغي استعمال التنسيق واللعب الجماعي اللي نشاهدوه من حين لآخر. والمولودية هي الأخرى تمتاز بفرديات، لكن غياب السباح وكذلك اللاعب الممتاز مشري وبن يوسف أثر نوعا ما على هجوم مولودية وهران. تبادل كروي في منطقة مولودية وهران وعن حوالي 30 متر من مرمى دريد، ويدخل ونشوف أنه اللاعبين وجدهم في الدفاع في الوسط وفي الهجوم. هذه الكرة الحديثة أنه المدافع ما لا ينبغي أن يبقى دائما في مكانه، يتحرك لكن العودة من حين الآخر إلى مكانه هو شيء مطلوب، والارقام ما تلعبش دور كبير بحيث ان نشوف الجناح الايسر يلعب في الوسط وهو شأن لعب مزيان مثلا في صفوف مولودية وهران. هجمة لصالح مولودية الجزائر، حوش كان فيه دفع بالفعل ومخالف، وبدون شك ان التصويب للاعب صبار اللي يمتاز بلعب جماعي ذكرنا نوعا ما في لعب فرقاني، ما يكثرش من المراوغات ويحاول ينسق في كل مرة، وإلى جانب القذفات القوية اللي يمتاز بها هذا اللاعب. نشوف هذه القذفة كيف كانت مقوسة، والحارس دريد نصر الدين، وهجمة لصالح المولودية عن طريق مزيان في الوسط، مزيان يمر الكرة بالميمون جميلة لمزود، لكن كان فيه تسلل وبالتالي شوف كيف الحاكم نشاهد ايضا ما نشاهدش على الصورة، لكن فيه مخلوفي تحضر، مخلوفي بالنسبة لمولودية الجزائر. شعبان في الوسط بالعباس، هذا مخلوفي على الصورة اللي راح يدخل. شعبان مرة أخرى هو الآخر، تحرك فيه تسلل بطبيعة الحال، بن ميمون في وضعية تسلل،
ربما أكبر لاعب في صفوف مولودية وهران بالميمون، 30 سنة إلى جانب بلومي 29 سنة. مزود يمرر كرة ذكية لمزيان، مزيان وبخاري في الأخير لحارسه في صفوف مولودية الجزائر. أكبر لاعب لاعب بن شيخ عبد القادر. نعم، تغيير النتيجة في عين البيضة ولصالح عين البيضة، هدف لسيف أمام مشعل سكيكدا، النتائج الأخرى بدون تغيير. تفضل. شكرا. بوخاري بن شيخ أكبر لاعب في صفوف المولودية 32 سنة. معيش معيش يمر الكرة لصبار والدفاع، دفاع بالعطوي، الشاب العطوي هذا، الشاب العطوي 19 سنة. على الصورة اللاعب مخلوفي رقم 13، مخلوفي رقم 13 راح يدخل ويشير للحكم التغيير هكذا، يدخل اللاعب مخلوفي ويخرج اللاعب صبار، صبار يترك مكانه للاعب مخلوفي. مخلوفي أول كرة وتخرج الكرة لصالح مولودية وهران. دقيقة 27 من الشوط الأول. على الصورة سيد الكحل رئيس لجنة التحكيم بالنسبة للحكام. مخلوفي معيش وتضيع الكرة منه معيش لصالح اللاعب مزيان، خطأ خطأ من مخلوفي وبدون شك الهدف الثاني صالح مولودية وهران. بطبيعة الحال هدف جميل ورائع جدا، هدف جميل ورائع جدا بالنسبة للاعب مزيان. مراوغة خطأ من مخلوفي اللي حاول يمر الكرة لمعيش، معيش تردد ومزيان يأخذ الكرة وينطلق مراوغة أولى، يراوغ اللاعب الحارس ثم مدافع ثاني وبكل سهولة يسكن الكرة في شباك الحارس قدري. هدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة 28 من الشوط الثاني. ممتاز، نشوف كيف الغلطة، نشوف كيف يحاول اللاعب مزيان مراوغة الحارس قدري بكل سهولة، روعة 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 في المراوغة ثم مراوغة المدافع الثاني وإسكان الكرة في شباك قدري. هدفين مقابل هدف واحد لصالح المولودية، المولودية اللي تعتمد كثير على الهجمات المضادة، وهذه هي الكرة غلطة غلطة، عرف كيف يستغل هذه الغلطة اللاعب مزيان ويضيف الهدف الثاني لصالح فريقه. هدفين مقابل اثنين في الدقيقة 74 من الشوط الثاني. من جديد بالميمون، بالميمون والتسلل، تسلل بالفعل كان فيه تسلل، شعبان في وضعية تسلل. 30 دقيقة تمر والنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. شوط ثاني أحسن من الأول، إمكانيات فردية ومرة أخرى معيش حذاري من الغلطات. ومخلوفي، مخلوفي حوش حوش على الجهة اليمنى، حوش حوش يحاول يمر الكرة لدبيح والكرة الكرة تخرج تماس. دفاع قوي بالنسبة لمولودية وهران تحت قيادة اللاعب والناس وكذلك الشاب العطوي. مرزقان شعبان رقم 5 يظهر على الصورة في حديث مع الحكم السيد كوسا.
حوش والكره تخرج. ما فيش ركنيه، ما فيش ركنيه ست امتار رغم الاحتجاجات من لاعبي المولوديه، ما فيش ركنيه بالفعل، كان ست امتار لصالح مولوديه وهران. مزيان مزيان وجدوه في الوسط وكجناح ايمن. مزود مزود ينطلق لكن تسلل. نشوف كيف كرات سريعه ما بين اللاعبين مزيان ومزود. اللاعب رقم 11 نوجدوه في الوسط وكجناح ايمن، ومزود اللي يحمل رقم 7 يلعب كجناح ايسر وفي كل مره يدخل في الوسط، بينما بن ميمون رجع للوراء واصبح كلاعب وسط الميدان وترك مكانه للاعب مزود. زوج لاعبين فقط بالنسبه للمولوديه مولوديه وهران في الهجوم، واربع لاعبين في الوسط والباقي في الدفاع. لباح وراء الكره مزيان مزيان، واربع لاعبين ونشوف كيف الخطا غلطات ترتكب في دفاع المولوديه ونرفزه. مزيان تبادل كروي ممتاز وانطلاقه على الجهه اليمنى وال